ماشي اهي اسمها ديفراكشن دي اسمها ايه الانترفيرنس هتقليل ده الفول لكن دي ديفراكشن علقها اهي ماشي وبص الاقي الادوات بتاعه سكرين تمام والاقي هنا ديفراكشن والاقي هنا ايه ليزر سورس والاقي اللون الرولر مصدر في مشاكل يا جماعه جميل هاجي بعد كده انا كاتب لك القانون ايه دي في اكس على دي بتساوي ان في لامدا الان بواحد انا محتاج اجيب ايه الاوبجكت بتاع التجربه ايه ديتيرمينيشن اوف ايه ويف لينث اوف جيفن سورس عايز اعين الويف لينث اللي هي السورس اللي قدام في صعوبه كده المطلوب انت في التجربه هتعين الاكس والدي كابيتال والدي سمول خلاص نبدا بحاجه حاجه الاكس انا عندي يا جماعه لو بصيت هنا هتلاقي في ثلاث نقط نقطه 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 واحده في النص واثنين على الجنب هتقيس من اللي في النص للي على الجنب اليمين او من اللي في النص على الجنب علشان تبقى مسافه واحده هي دي الاكس يبقى من هنا اهو المركزيه اللي على يميني او المركزيه اللي على الايه على شمالي دي او دي هي دي اكس يبقى انا كده عينت الايه الاكس فاضل لي الدي سمول هتمسك الايه الديفراكشن جريتنج دي هتلاقي مكتوب عليها رقم مكتوب كذا لاين بالسنتر ماشي يبقى اروح قاسم واحد اقول له دي سمول بتساوي واحد على الرقم اللي معاك ده هو دي الدي سمول يبقى الدي سمول معايا الاكس معايا فاضل لي الدي ايه كابتن الدي كابتن عباره عن ايه يا شباب المسافه من هنا للسكرين في صعوبه كده متعاطف القانون تيجي منه في صعوبه معلش الاكس تاني انا مش متفق مركزيه النقط ثلاث نقط على استقامه واحده واحده في النص واحده على اليمين واحده على الشمال قيس من هنا للي هنا اول حد مش فاهم القانون قدامك اهوت اه دي الاكس ماشي الدي كابتن مسافه من السكرين لحد الديفراكشن جريتنج الدي سمول واحد على رقم الدول اللي مكتوب على ايه؟ على الدفع على ال واحد على الرقم اللي هو ايه؟ اللي هو ايه؟ نعم اللي هو يبقى ايه؟ دي معناه ايه؟ انا شرحت قبل كده بديك الخلاصه عشان الامتحان معناه ان انا مقسم ديت لكال مثلا 5000 يعني مقسم البتاع ديت ل 5000 لاين فانا عايز اجيب مثلا كل اثنين متريقين بقول واحد ب 5000 مش هقدر رقم مكتوب احنا عايزين نقلب الكلمتين عشان الامتحان رقم مكتوب على الكلمتين اما امسك دي كده يا جماعه بقرا رقم مكتوب هو رقم واحد واحد على رقم واحد على صعبه كده يا شباب طيب زي ما انتوا واقفين كده افتحوا